شاء الله نتعاون التوانسه وتعاون صغيرات نتاعنا. نمشيو الاحلام باش نواصلوا معك احلام التصريحات السياسيه في الويكاند. النهضه باش تشكي بمحمد عبو. بالفعل عركة النهضة والتيار الديمقراطي خرجت من الحكومة والبرلمان وماشية توا للمحاكم. رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري هو اللي أعلن على افتتاح الجولة الجديدة بين النهضة والتيار. دونك مش متقلقين انتم مش تشكيو؟ لا عاد مش يسرقوش بيه مش القضاء. كاك أي واحد مش القضاء قدم ملف القضاء. لا ينجم يشكي بيه يشكي بيه يتهمني. أما ما يخرجش الإعلام يتهمني بجريمة. اللي أنت عندك أربع قنوات. اللي عندي والله اللوج أعطيني فتح. أنت قلت في واحدة من قنواتكم اللي هي الزيتونة تعطيونا المفتاح. تعطيوني هات. ما عندكمش مفتاح الزيتونة مثلا؟ تعطيني هات تعطيني نسالش. مفتاح الزيتونة مش عندكم؟ أخي طول بين على شكون على من دعاه ولا على المدعى عليه. بعد ما خرج من الوزارة محمد عبو عمل ندوة صحفية واتهم النهضة بالعديد من الأمور من هذه أنا على تحكم ولا ملكها ولا عندها نفوذ في خمسة قنوات تلفزية. شكيب هل اليوم النهضة معناها تعطيها الحق أنها تشكي بمحمد عبو؟ شو برشا حديث في الموضوع ذا ويبدو لي كما قلت المعناش الفسحة الزمنية باش الواحد يطول ويستفيد في الموضوع ذاك. هي ظاهر أنه فما الطلاق وانت تعرف قانونجية وتعرف هذا الطلاق بائن معناه ما لا رجعة فيه اليوم بين التيار وبين النهضة. هو المشكل فين أنه محمد عبو صم النهضة أنه عليها فساد وعليها إعلام معناه منحزلها وأجندتها الإعلامية ولا ذراعها الإعلامي. النهضة في المقابل ردت أنه بصبش كي القصة مش قضائية خلود لأنه الزمن القضائي طويل باش نفض ذي قضائيا باش تاخذ ممكن سنوات ولكن الزمن السياسي قصير. أنت تصمني نوصمك أنت تقرأ بيك وعليك هذا باش يتم التقاط. طلاق نهائي في السياسة لحد الساعة النجم نقول لك أنه أنا تقديري أي. فما طلقة بائنة بين حاجة اسمها طيار ونهضة. هل أنه اليوم التناقض بين الطيار والنهضة بش يستفيد منه الطيار وبش يعبي خصوم النهضة بش يقول يعني بعدت وخذيت المسافة اللازمة عن حركة النهضة وإلا هل التناقض هذا في الأخر بش يطيب الحاجة اسمها عبير موسي بش يجر الماء لطاحونة عبير موسي؟ ما تنساش أكثر واحدة ترفع رايات التناقض والطلاق مع النهضة هي عبير موسي وما تنساش أنه سامي عبو هي بيدها تحكي على الإخوان اللي هي مفردات تستعملها عبير موسي. هل الطيار بالتناقض هذا باش يطيب العبير موسي ولا تنشوف الموضوع ذاك؟ ولكن يهمني زاد باش نقول حاجة آخر حاجة في موضوع الفساد ايه؟ يبدو أنه الطيار خسر النقاوة متاعه أنه بما يلانه مع الياس فخفاخ سكوته على الياس فخفاخ وخاصة ما قالش شتر كلمة دفاعا عن شوق طبيب يبدو النقاوة هذه والعذرية في محاربة الفساد خسرها الطيار. سفيان عندك تعليق؟ أينا الصحيح أنه التيار الديمقراطي معناها ضرته ودخلته دخلته لل